حقق فريق كربلاء مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فريق الطلبة بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي اختتام الجولة 25 للدوري الممتاز بكرة القدم. الطلبة وكربلاء فريقان جار الدهر عليهما اجتمعا في ملعب الشعب ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز في مباراة يتقاسم الفريقان الأشجان فيها، فالأنيق يحتل المركز 13 والعميد الكربلائي متذيل الترتيب العام. اللعب الرتيب وعدم التركيز والكرات الطويلة هو عنوان الشوط الأول، مع محاولات للفريقين لم تكن ذا أهمية وخطورة تذكر، وهكذا انتهى الشوط رتيبا مملا لمن شاهده. دخل الفريقان الحصة الثانية بجدية أكثر في محاولة لتسجيل هدف التقدم الذي نجح به الأخضر الكربلائي، وتحديدا في الدقيقة 69، هدف أعطى الأريحية للعميد وزاد من معاناة الأنيق الذي حاول جاهدا لما تبقى من وقت اللقاء بغية تعديل الكفة، لكن شيئا من الواقع لم يتغير لتنتهي المباراة بهدف و3 نقاط ثمينة للعميد الكربلائي. مباراة كانت صعبة ضد نادي جماهيري، الطلبة مو فريق سهل، فريق جماهيري إلى تاريخ الاسم، بس الحمد لله والشكر اجتهدنا هذا الأسبوع، عاهدنا نفسنا احنا اللاعبين والكادر نقدم 3 نقاط لكربلاء. الحمد لله والشكر الفريق أدى نوعا ما إن شاء الله، 3 نقاط ثمينة يعني من فريق الطلبة اللي يعني نقول هارد لك له. فريق الطلبة فريق جماهيري قطب من أقطاب الكرة العراقية، ما نتمنى يوصل هيش مرحلة، إن شاء الله يعيد وضعه إن شاء الله، ونتمنى التوفيق لفريقنا. عروة عامر، العراقية الرياضية.